أعطي الكلمة مباشرة لزميلي نصر مصحبة كي يحدثنا ويناقشنا حول عوامل نجاح المقاولة في مرحلة الأزمة. لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع، تحية طيبة للحضور الكريم للطلبة والطالبات، وقبلهم كذلك تحية طيبة للسيدة الأستاذة الكريمة، وشكرا على هذه الدعوة الصراحة الرائعة، ليست كريمة ولكن دعوة رائعة في هذا الملتقى الوطني حول تأسيس المقاولات في المغرب، الإشكالات والرهانات. هل أقول أنه من حسن حظي أنني الأول الذي أمر في هذه الندوة أو من سوء حظي؟ في كل الأحوال حظي سعيد وأنني معكم وأنني أتكلم في موضوع لطالما أنه هو الشغل الشاغل لكل واحد منا، فكلنا نبحث عن مجال التشغيل ونتساءل عن مجال التشغيل. أبواب التشغيل بابين، باب المقاولة وباب العمل في المقاولة وباب الوظيفة. فأحثكم وأنا رجل الاقتصاد أن كل منكم ليس مسألة المقاولة هي رهينة أو مرتبطة بمن درس في التسيير وفي التدبير، هو الذي من حقه أن تكون له مقاولة. إذا موضوعنا اليوم هو المقاولة، الإشكالات والرهانات المطروحة في تأسيس المقاولة. أكيد اختيار هذه الندوة كان اختيارا متوازنا، فيه الشق القانوني وفيه الشق الاجتماعي وفيه الشق الاقتصادي، ثلاث موازين، ثلاث مواضع في هذه الندوة. بداية أتحدث معكم والشق الشرعي كذلك، صراحة الشق الشرعي وله أهمية كبيرة ربما سوف نتطرق إليها فيما بعد. بداية أتحدث لكم كوني أستاذ هنا داخل الكلية ودرس الاقتصاد باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية، ولكن قبل أن أكون أستاذاً كنت مقاولاً، كنت مدير مقاولة، يعني عملت في مجال المقاولة منذ 2001، وكنت كذلك مستشار بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، يعني من بين الإدارات الحكومية التي تهتم وتمثل المهنيين. لماذا ذكرت لكم هذه الأمور؟ كي أضع كل ما سوف أتقاسمه معكم أنه من 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 واقع المقاولة. اخترت لما طلب مني المشاركة، يعني بحثت عن ما هو الموضوع الذي سوف يكون فعلا ذو راهنية في الظرف الذي نعيشه، فبحثت عن عناصر نجاح المقاولة في ظل الأزمة. الأزمة التي عشناها خرجنا منها ولكن لا زالت متواصلة، يعني تفكر فيها كل مقاولة، هل فعلا لا زالت مستمرة، لا زالت مقاولة ناجحة؟ وإذا كانت ناجحة ما هي العناصر التي سوف تجعلنا يعني نؤكد من خلالها هل فعلا هذه المقاولة ناجحة أو غير ناجحة؟ قبل أن ندخل للبحث عن ما هي العناصر التي فعلا تحدد نجاح المقاولة، حبذا لو نأخذ نظرة عن ما هي المقاولة. فأنا أتكلم معكم في الشق أربع أبواب التي سوف تكلمنا في هذه الندوة: القانوني والشرعي والسيكولوجي وكذلك الاقتصادي. سوف أبدأ بالاقتصادي وبواقع المقاولة. المقاولة عادة الخروج من المألوف والتفكير فيه للوصول إلى متطلبات الحياة بصفة عامة. من يدخل غمار المقاولة فهو الذي يستطيع أن يغير، أن ينتقل من شكل من الحياة العادية الروتينية، فهو له خاصيات متميزة يخرج بتفكيره الإبداعي بطريقته لكي يحقق أمور كثيرة اقتصادية عملية شخصية. إذن لديك فكر مقاولاتي، لديك هاته الإمكان للانتقال من وضع إلى وضع آخر. عندما نتكلم عن المقاولاتية فنتكلم عن روح المقاولاتية. أين تكمن روح المقاولاتية؟ أدعوكم لكل واحد منكم أن يسأل نفسه هل روح المقاولاتية تتجسد لديك؟ إذا كان لديك
إرادة. من يملك الإرادة يملك ويملك كذلك القدرة على اقتحام التغيير. ربما سوف تتاح الفرصة كي نقيس يعني مستوى الإرادة الذي لديك. فمن يمتلك الإرادة للخروج من المألوف كما ذكرنا، من يمتلك القدرة على مجابهة التغيير فهو في روح المقاولة، روح الثقافة المقاولة، يمتلك كذلك مهارات. لكل الذين مهارات، هناك من اكتشفها، هناك من لم يكتشفها بعد، وهناك من لا يعلم أن لديه مهارات تسمى بروح المقاولة. فهنا نتكلم عن روح المقاولة، نكتشف عن روح المقاولة قبل أن نبحث هل هذه المقاولة هي ناجحة أم لا. نبحث في غمار وفي صميم روح المقاولة، نلقي نظرة حول نشأة المقاولة. ما هي الاتجاهات التي تدفعنا إلى المقاولة؟ وأنا عندما أعطيكم، حتى وإن ذكرت لكم هذه الأمور من الجانب الاقتصادي، فأنتم متخصصين في المجال القانوني، وأكيد في مجالات متعددة تنظرون إلى الأمر وإلى المقاولة من زوايا عديدة. هناك الاتجاه الأول الذي يدفعنا إلى المقاولة، هذه توطئة كي نتمكن من معرفة ما هي العناصر التي يمكن من خلالها تقييم نجاح أو عدم نجاح المقاولة أو عدم استمرار المقاولة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الاقتصادي، ليس من منطلق فردي ولكن منطلق اقتصادي، وأنتم درستم تسلسل المدارس الاقتصادية، وكيف أن تلك الثقافة المقاولتية كانت من بين العناصر الأساسية التي دعمت الاقتصاد، سواء كان رأسمالياً أو اشتراكياً أو كيفما كان، عناصر الاقتصاد هو الاتجاه الذي دفع لتطور لنشأة المقاولة. الاتجاه الثاني هو خصائص الأفكار، خصائص الأفراد، أفكار الأفراد، خصائص الأفراد. أنا كفرد لا أريد أن أكون تحت سيطرة أحد، أريد أن لدي إبداع، لدي إمكانية للتغيير، فأبحث عن المجال الذي من خلاله ربما أحقق إنتاج أكثر، ثروة أكثر، ازدهار أكثر. عن طريق ماذا؟ عن طريق شكل اسمه المقاولة. تعريف المقاولة ربما لا يتسع المجال لكي ندخل إليها. إذن الاتجاه الأول اتجاه اقتصادي، اتجاه ماكرو، نظام ماكرو يؤثر في جوهر نشأة المقاولة. الاتجاه الثاني هو اتجاه خصائص الأفراد، وهذا الفرد الذي لديه إرادة، لديه قدرة على التغيير، فيذهب في اتجاه المقاولة. الاتجاه الثالث وهو سير النشاط المقاولتي، النشاط التجاري، النشاط الصناعي، ما يحتاجه الإنسان يعتبر كنشاط، تطوير هذا النشاط يحتاج ميلاد المقاولتي. كلها أمور نأخذها بعين الاعتبار، لها أهمية في مسار المقاولتي. إذا بصفة عامة لها أهداف مقاولتي، لها أهداف ماكرو كبيرة، لها أهداف ميكرو اقتصادية. الأهداف الأولى خدمة السوق، يعني أننا دائما نبدأ من الواقع الاقتصادي، وأهداف فردية وهذا طبيعي. خلق المقاولة هدفه الربح، كاسب مالية، تعظيم الربح، تحقيق الرفاهية والسعادة للفرد. والشق الذي يغيب عن المقاولة، ربما هذا سوف نقيس به كذلك نجاح المقاولتية على المدى البعيد، ونتكلم عن المنفعة الاجتماعية. بصفة عامة للمقاولتية مهام، وهي التي سوف نقيسها في آخر هذا العرض، مهام اجتماعية اقتصادية ثقافية سوف نعود إليها في النصف الثاني من هذا العرض. إذن عندما تطرقنا إلى المقاولتية كيف نشأت؟ تعريفها، مهامها، أهدافها، فنتساءل، هل ينبغي أن نتساءل كيف
هو الفكر المقاولاتي في ظل الأزمة، وقعت الأزمة. هل الأزمة التي لها أثر حول سير المقاولة، نشاط المقاولة، ربح المقاولة، هل لازم تحقق كل ما خططت له من خلال المقاولة؟ هل ذلك المسار الذي أنا ما ناض فيه لتغيير ذلك المألوف ولتغيير النشاط الاقتصادي هو لا زال ساري المفعول في ظل الأزمة؟ أتحدث لكم عندما أقول لكم المقاولة، فأتحدث بشكل كبير عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة. النسيج الاقتصادي للمغرب يتكون من 90% من مقاولات صغيرة ومتوسطة. كيف هذا المقاول، هذا الفعل المقاولاتي، هذا الفكر المقاولاتي، فكر تسيير المقاولة في ظل هذه الأزمة، هل لا زال مستمراً بنفس النهج الذي بدأ فيه في الأول؟ إذن حري بنا أن نبحث عن، وهذا الرهان جميل في اختيار موضوع المدوى الإشكالات والرهانات. رهاني، هل هذه المقاولة لا زالت مستمرة؟ هل لا زالت ناجحة؟ كيف أحدد ذلك؟ كيف يفكر هذا المقاول؟ كيف هذا الفكر المقاولات؟ مساهمة بسيطة معكم حول تعريف هذا النجاح. إذن ما هو النجاح المقاولات؟ ممكن أن نتساءل، ممكن أن يكون موضوع دراسات في الماستر وكذلك في الدكتوراة. كيف ننس، كيف نقيم، نعطي تعريفا للنجاح المقاولات؟ ما هو النجاح المقاولات؟ هل يختلف على حسب النشاط، على حسب فكر من يساوي هذه الثقافة المقاولاتية؟ عادة بصفة عامة هو عندما نقول نجاح يعني تحقيق كل ما أصبوا إليه، تحقيق كل ما أصبوا إليه. أنشأت المقاولة لكي أصل إلى أمور أصبوا إليها. وأنتم يعني تكلمتم عن الحاجيات، البيراميد دو ماسلو، يعني أكيد هذه أمور درستموها حول الحاجيات، حول رغبة كل عامل في المجال المقاولات. فهناك من يعتبر بأن النجاح المقاولاتي هو الأداء المالي، المؤشرات المالية، المؤشرات المالية ربما هي المحدد. هناك مؤشرات مالية سوف نتطرق لها ربما مع مداخلة الأستاذ حسين لطيف فيما يخص الجانب الضريبي والجانب المالي. هل المؤشرات المالية هي المحدد لنجاح المقاولة؟ هل بعيد عن المؤشرات، هل المجال الربحي، تحقيق الربح بغض النظر عن المؤشرات، كيف هي مستواها، الأرقام التي هي في المؤشرات، هل هي المحدد، محدد الربح هو الذي ممكن به أن نقيس نجاح هذه المقاولة؟ هل بعيدا عن كل هذا عائد الاستثمار، العائد على الاستثمار؟ والعائد على الاستثمار هو أنني عندما أستثمر شيء متى سوف أسترجع المصاريف التي أدخلتها في هذا المجال؟ أستسمحكم بعض المرات أتكلم معكم وأكأنكم أنتم في عمق المقاولة، وأعتبركم حتى وإن كنتم في المجال القانوني أعتبركم بأنكم في لب المقاولة. سبق وأن درست طلبة السنة الأولى مدخل علوم الاقتصاد والتدبير وأعطيتهم فكر المقاولاتي. كل واحد فينا سواء كان يدرس الطب أو القانون أو الشريعة أو الأدب فهو مقاول، فهو لديه فكر مقاولاتي. أما المجال الأدبي أو مجال الفكر فذلك مجال علم، أما أنت تعيش بفكر مقاولاتي. هل استمرارية المؤسسة، أصدقكم القول في هذه المرحلة، في مرحلة الأزمة، كل المقاولات إلا وتبحث ليس عن نجاح، تبحث أن تبقى مستمرة. إذا استمراره في مزاولة النشاط هو أكيد عنصر من عناصر النجاح. سمعة المؤسسة، يهمني سمعة المؤسسة في جميع على جميع الأحوال. هناك معايير موضوعية ومعايير ذاتية من خلالها نقيس
نقيس النجاح المقاولات. فكذلك يعني هناك المعايير الموضوعية تتعلق بمعايير ماكرو اقتصادية، والمعايير الذاتية تتعلق بالفكر، بفكر المقاول والفكر المقاولات. الخصائص والسمات الشخصية للمقاول. تكلمنا عن نوعين من المعايير، معايير ماكرو اقتصادية ومعايير ميكرو اقتصادية تتعلق بالمقاول. عندما نتحدث المقاول ونريد أن نقيس مدى نجاح هذا المقاول، فهناك عناصر بالتحديد من خلالها نكتشف هل فعلا هذا المقاول، هذا الذي يحمل الفكر المقاولاتي، هل هو فعلا ماضي في نجاح المقاولة. تتكلمون عن صعوبة المقاولة، تتكلمون عن الشق القانوني والشق الشرعي والشق ربما السلوكي، ولكن كلها أمور تدخل في مجال استمرار الهدف الاقتصادي وهو المسار الأهم للمقاولة. أما باقي المسارات فهي مسارات داعمة تضمن استمرارية هذه المقاولة. الحال المجال الزمني المتاح أكيد أنه لا يسمح، ولكن آخر نقطة إذا سمحت سيد المسير، آخر نقطة نريد من بعد ممكن أتقاسم معكم هذا الجدول، محددات النجاح المقاولات. تمشي العلم الطبي يريد أن يأخذ فكرة حول هذا الإنسان، هذا الفرد الذي بأمامه، له محددات، له عناصر من خلالها يقيم هل هذا الإنسان بصحة جيدة أم لا. كذلك المقاولة سوف أقسمها لثلاث محددات: العوامل المرتبطة بالصفات، بصفة المقاول، والعوامل المرتبطة بالخصائص المهنية وبالنشاط المهني، وكذلك عوامل مرتبطة بالسوق. دائما في تفكير الاقتصادي نفكر بخيار ماكرو اقتصادي بجانب ميكرو اقتصادي وبجانب ذاتي يتعلق بمن ينفذ هذه العملية الاقتصادية. بسرعة أسردها عليكم أهم نقاط. عندما نتكلم عن المرتبطة بالصفات، فنتكلم كذلك عن أقيس مدى مستوى القيادة. مستوى القيادة لدى هذا الذي يحمل الفكرة المقاولاتي. أقيس كذلك مدى تمكنه من التحكم في فريق العمل. هناك مجموعة من المحددات، ولكن بحثي في هذا المجال وصلت إلى تقريبا هذه الست عناصر التي من خلالها ممكن يعني أعطي فكرة حول نجاح هذا الفكر المقاولاتي. عندما أتكلم نجاح، هناك من يضمن نجاح يعني قريب المدى، هناك النجاح المتوسط المدى، وهناك النجاح البعيد المدى. من بين الأمور الأساسية أولا المخاطرة، يعني مستوى المخاطرة لديه، مستوى الإصرار ومتابعة الإنجاز. مسألة أخرى تتعلق عندما أتكلم عن النشاط الاقتصادي، أقيس مدى الخبرة المتوفرة ومدى الاهتمام بمجال التكوين. أتمنى من السادة الكرام والأستاذة الكريمات أن يتكلموا عن حق الثقافة المقاولة والمقاولة في مسألة التكوين. أنتم تعرفون أن كل مقاولة لها مساهمة 1.6% من أجر كل عامل كمساهمة للتكوين، وحقها في أن يكون تكوين لهذا الفكر المقاولتي ولهذا المقاولة. أتمنى أن السادة الكرام عندما يتحدثون في المجال القانوني يأخذون هذا الأمر يعطى له أهمية كبيرة، لأن فعلا نجاح المقاولتي رهين بضمان حقوقها، ورهين كذلك بإصرار واستمرار من يمثل الفكر المقاولتي. أختم بالمرتبطة بالسوق، دراسة السوق، تموقعك في الدراسة التسويقية، الاستراتيجية التي أنت تنفذها تنزلها على أرض الواقع هي من تحدد
من تحدد نجاحك داخل من تحدد نجاح المقاولة. أطلب لي طلب أخير، وأننا هذا الجانب المقاولة وجانب الفعلي، أطلب من الأستاذ الكريم وأنتم متخصصون في مجال المقاولة أن يكون لدينا، أن يكون لنا ومتدخلين كي نجعلكم يعني تفكرون في المقاولة وإنشاء المقاولة. أنا مررت منها وأتقاسم معكم حرقة المقاولة، لا أتكلم معكم هنا كأستاذ فقط لتبادل معلومات ربما نظرية، ولكن أتكلم معكم وأنا أزودكم بروح المقاولة والثقافة المقاولة. على هذه الروح المقاولة التي أتمنى أن ألقاكم في يوم من الأيام وتقولون بأن في ذلك اليوم بدأت لدي تلك الروح المقاولة، أتمنى أن تكون لنا فرصة أخرى لكي نلتقي ونناقش أمور تتعلق بالمقاولة. أشكركم على متابعتي.